احمد كامل. طبعا الاخوان مش ممكن يتحكموا في كل حاجه في البلد، لازم كل الناس تنزل تقول للدستور نعم، ولو حتى الناس نزلت قالوا لا، بس الناس تنزل تثبت وجودها. هم مش هيأثروا طبعا في الشارع عشان هم قله قليله، يعني هم خلاص كل الناس دلوقتي عرفت الاخوان على حقيقتها، عرفوا ان هم ما لهمش في السياسه، ما لهمش في اي حاجه خالص، حتى الدين ما لهمش فيها، بس مش هيأثروا في اي حاجه. محمد زهران زي ما سعادتك شايفه كده المهنه بتاعتي، وبعدين راي الاخوان وحزب النور ليس له قيمه، لان الناس عرفت ان دول ناس متاجرين بالدين. يعني بالعربي كده الناس النهارده بتعتبر ان تاجر المخدرات اشرف من تاجر الدين، فدول ناس لابد وان ينزعوا من البلد. اذا كنا عايزين البلد دي تمشي صح لا نلتفت للناس دي، وكفانا ما جرى في خلال سنة، وكفانا ما جرى من طبطبة. لابد أن تكون الحكومة حازمة وحاسمة وأحكام رادعة وتنفذ، وعايزين عدالة ناجزة، مش عايزين عدالة بطيئة. العدالة البطيئة هي ظلم بين. ابراهيم اعتقد ان الاخوان خلاص يعني ما لهمش تخطيط في الشارع الاول، خلاص يعني كده يعني بدات يعني شهرتهم بتتلاشى بنسبه حوالي يعني 80%. ما اعتقدش ان هم رايهم دلوقتي هياثر على الشعب المصري في اي حاجه خالص، يعني خلاص يعني هم كده يعني يقولوا او لا، خلاص الشعب كده عارف مكانه فين ومصيره فين ومع مين، فهم يقولوا يقولوا لا، مش هياثروا بنسبه كبيره جدا على الشعب المصري خلاص، يعني 1% 2% ده بكتير قوي. اتجاهه دلوقتي في اتجاه الشعب دلوقتي يعني معظمه مع السيسي طبعا وقرار السيسي، وفي يعني في ناس يعني الفاضيين بقى تايهين ما بين دول وما بين دول، فربنا يهدي ان شاء الله وربنا يكرم في الايام اللي جايه يعني. بس اعتقد ان اخوان مش هيبقى لهم اي خاطر يعني او اي تاثير خالص على الشعب المصري. خلاص كده ابراهيم معلم.